فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قراءة القرآن في ماء زمزم أو في زيت الزيتون؟ هل له أصل؟ ماء مبارك، ماء زمزم ماء مبارك، فإذا اجتمعت الرقية مع ماء زمزم المبارك يرجى الشفاء بإذن الله. وزيت الزيتون أيضا طيب، هو في نفسه طيب، وإذا وردت عليه رقية فإن هذا يزيده بركة بإذن الله عز وجل. نعم. والزيتون قال الله جل وعلا: من شجرة مباركة. الزيتون مبارك، شجرة مباركة زيتونة. نعم.